بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوتي أخواتي المؤمنين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الأئمة من بعدي أولهم علي، ورابعهم علي، وثامنهم علي، فالسلام عليه وعليهم أجمعين. ونحن مقبلون على مناسبة مهمة، ألا وهي مناسبة بزوغ النجم الثامن من نجوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ألا وهو الإمام الهمام، الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ونريد في هذه الحلقات أن نقف على أهم المحطات التي مرت بحياة هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنه أن الفترة التي مرت في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه على كل المستويات من الفترات المتميزة. ولا شك ولا ريب أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كآبائه أدى دوره كما يجب وكما رسمه له الله سبحانه وتعالى ورسمه له النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. في الواقع أيها الأحبة، أن الذي يمر باسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قد يتبادر إلى ذهنه أن الإمام أصبح وليا لعهد المأمون، وليا للمأمون، وكأن حياة الإمام اقتصرت على هذه المسألة، مع أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حياته محطات مهمة، حيث أنه قام بدور عظيم في نشر مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأن المذهب مر بثلاثة مراحل، أولها مرحلة التأسيس بعد النبي صلى الله عليه وآله، ألا وهي كان الدور المهم والأول لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي في بيان ذلك الدور وتلك المرحلة قوله صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين: قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. ثم جاءت المرحلة الأخرى وأتيحت الفرصة مرة أخرى إلى الصادقين، إلى الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما وأبنائهما المعصومين، وأسس هذه المدرسة العظيمة حتى نعت أتباعها بالجعفرية. ويكفي في دورهما أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حدث عن تلميذ وعن طالب وعن صاحب من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق، ألا وهو زرارة ابن أعين، حيث ورد عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: لقد حفظ زرارة من أبي الباقر 30,000 حديث. تعال أنا وأنت نفتش من يستطيع في هذا الزمان في أعلى المستويات من العلم أن يحفظ 30,000 حديث. وهذه أيضا المرحلة مرحلة مهمة، ولكن الفترة الخصبة تماما جاءت المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فقد انبرى لنشر علوم جده في الثامنة عشر من عمره. وامتدت وأتيحت تلك الفترة الطويلة للإمام صلوات الله وسلامه عليه أكثر من غيره. لذلك أيها الأحبة، علينا أن نعرف الإمام وأن نتعرف على هذه الشخصية العظيمة، شخصية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الضامن السلطان أبي الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه،
لذلك علينا أن نستمع إلى هذه الحلقات وهي سلسلة لبيان أهم المحطات التي مر بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فعليكم أن تتابعونا في الحلقة القادمة وفيما بعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.